السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. هتكلم في فيديو النهاردة عن تطبيق Citizen Me Control Cash Trust. التطبيق مساحته 14 ميجا بايت وأكتر من 100,000 عملية تحميل. التطبيق ده التطبيق عبارة عن أن أنت بتجاوب على استطلاعات خاصة ببياناتك الشخصية أو البيانات عن الحياة بتاعتك اللي أنت بتعيشها، من خلال ان هو بيديك فلوس مقابل المعلومات دي او مقابل استطلاعات الرأي اللي انت بتجاوب عليها. يعني استطلاعات رأي عن البيئة اللي انت عايش فيها، عن رأيك في اشخاص معينين، عن رأيك في موضوعات معينة، وهم بيدوك فلوس مقابل المعلومات دي او البيانات دي. الصراحة تطبيق كويس وناس كتير بتقول ان هي قدرت ان هي تاخد فلوس منه او تكسب فلوس منه، ولكن مشكلة التطبيق ان الفلوس الاستطلاعات بتاعته قليلة جدا، الاستطلاعات المدفوعة. يعني هو عامل استطلاعات مدفوعة واستطلاعات تجاوب عليها كده فور التطبيق نفسه، من اجل التطبيق نفسه. يعني هي في استطلاعات باللون الاخضر كده، هي التطبيقات دي لو قدرت لو تجاوب عليها تقدر ان انت تكسب فلوس، غير كده ما بتقدرش ان انت تكسب فلوس. فالاستطلاعات دي بتكون قليلة جدا. فالصراحة يعني لو عايزين تجربوا ادخلوا وجربوا، ويمكن يكون حظكم كويس وتكسبوا فلوس يعني. وفي النهاية لو عجبكم الفيديو اعملوا اعجبني واعملوا سبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.